جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حضرت إلى المملكة لأداء العمرة وبعد ذلك لأداء فريضة الحج، لكن جاءني رسالة من أولادي يطلبون عودتي نظرا لسوء حالهم بعد سفري عنهم وسفر والدهم، ثم رجعت. ماذا علي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك شيء، بل إذا دعا الحال إلى أن ترجع إلى أولادك لأنهم بحاجة إليك فهذا هو الواجب عليك. نعم.